السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على الاستهلاك نتاع الدول العربية، ترتيب حسب الترتيب في بعض المواد الأساسية. نبدأ أولا هنا نشوف لا كونسوماسيون موين دينيرجي إلكتريك بار ابيتون انيوالمون هي اون كيلو واتور، يعني استهلاك الطاقة الكهربائية. نشوفوا بلي أن في مصر هي الأولى، تستهلك 1500 كيلو وات أور بالنسبة للمواطن الواحد، تجي في المرتبة الثانية ثم تأتي ب 1400، في الثالث المرتبة الثالثة في الاستهلاك نتاع الكهرباء. إذن نشوف الترتيب هذا فيما يخص استهلاك الطاقة الكهربائية. نشوف الشعب المقهور في الجزائر يأتي في المرتبة الثانية حسب الدول، وهذا الترتيب هذا دارته منظمات عالمية، خبراء عالميين هما اللي داروا هذا الترتيب، مش الجزائر اللي دارته. دوك نزيد نروح لترتيب آخر في مادة أخرى، وهي مادة الحليب بالحليب. وهذا جواب لبعض الناس هم يعرفوا روحهم. نشوف بلي ان الجزائر هي الدولة الاولى في استهلاك الحليب، جاء الشعب الجيعان هذايا اللي هو الشعب الجزائري، هو الشعب الاول يستهلك الحليب ب 141 كيلو غرام الشخص الواحد وفي السنة من مادة الحليب. نشوف الترتيب هنايا يظهر هنا جليا. نشوف الترتيب، نشوف بعض الدول اللي تدعي هي الأولى في إعطاء النقاط، في توزيع النقاط. نشوف بلي أن الجزائر هي في المرتبة الأولى في استهلاك الحليب وبأسعار مدعمة، وحليب صحيح. الحليب تاعنا كيروب يولي البن، ما يوليش مادة أخرى. باش تعرف الحليب اللي حليب صح، كي تروبو كي تشربو يصبح لبن أو زبدة أو فرماج، ما يصبحش مادة أخرى كريهة. المهم الآن نروحوا لمادة أخرى، وهي المواد الغذائية، لا كونسوماسيون نتاع الخضر والفواكه. نشوفوا ترتيب نتاع الدول في استهلاك الخضر والفواكه. نشوفوا بأن الجزائر في المرتبة الثانية بعد تونس، وهذا الترتيب نزيد نذكر الترتيب هذا مش الجزائر اللي دارته. نشوف بلي الجزائر تأتي في المرتبة الثانية في استهلاك مادة المواد نتاع الخضر والفواكه بنسبة 186 كيلوغرام للشخص الواحد في السنة، بعد ما تجي المرتبة الأولى هي تونس. الدولة هذه تأتي دائما في المرتبة الأخيرة في هذه المواد الثلاثة اللي هما الكهرباء والحليب والخضر. الدولة هذه دائما تأتي في المرتبة الأخيرة. وإذا نكتفي بهذا القدر، ورحم الله عبدا عرف حق قدره، والسلام عليكم.